نظر العيون. كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة فتكت في قلب صاحبها، فتك السهام بلا قوس ولا وتر. والمرء ما دام ذا عين يقلبها، في أعين الخود موقوف على الخطر. يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. ويقول أيضا: نظر العيون إلى العيون هو الذي جعل الهلاك إلى الفؤاد سبيلا. ما زالت اللحظات تغزو قلبه حتى تشحط بينهن قتيلاً.